الشريف وبلدها، ويعبر عن مدى المحبة بين الشعبين، وما رأيناه وشاهدناه من الحفاوة والاستقبال التاريخي لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في زيارته الأخيرة لماليزيا، وفي هذه الزيارة لمعالي رئيس الوزراء الماليزي لمصر وللأزهر الشريف لهو خير دليل على هذا. وأتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء هيئة التدريس وطلاب العلم في جامعة الأزهر الشريف، أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير والاحترام لكم معالي رئيس الوزراء لحرصكم على إلقاء هذه المحاضرة التاريخية في رحاب جامعة الأزهر الشريف التي يدرس فيها الآن ما يقرب من نصف مليون طالب مصري وأكثر من 30,000